فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها، كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. وإذا كنا منهيين عن استقبال قبلتهم في الصلاة وأمرنا بأن نستقبل المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ولا نستقبل غيره من ما يستقبله اليهود أو النصارى، قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. قوله: وما أنت بتابع قبلتهم، هذا فيه منع للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أن يستقبلوا قبلة اليهود والنصارى في الصلاة. فإذا كنا منهيين عن مشابهتهم في الجهة التي يستقبلونها في صلواتهم، فلأن ننهى عن التشبه بهم فيما يعبدونه من دون الله من باب أولى. وذكر الشيخ رحمه الله الفرق بين الجهة وبين المعبودات من دون الله، أن الجهة، جهة الاستقبال، شريعة تتغير بتغير الأحوال، والله جل وعلا يشرع لكل ملة ولكل أمة ما يناسبها، ولكل وجهة هو موليها. وأما ما يعبد من دون الله فهذا محل وفاق ومحل إجماع أنه لا يجوز في جميع الشرائع النبوية، أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل، فلا يجوز التشبه بهم في الصلاة إلى ما يعبدونه من دون الله. وإن كان المصلي يقصد بعبادته وجه الله، لكن إذا صلى إلى ما يعبدونه من دون الله فقد تشبه بهم في الظاهر وفي الصورة،